أنا آسفة لو إني أزعجتك بهالطلب، لو أدري كان حتى ما قلت. لا ما زعجتني، بس الموضوع. أنا فاهم الموضوع. شكراً لأنك وصلتني. أنا برجع البيت بتكسي، تقدر أنت تروح. داليا يدك. داليا بكلمك بصراحة، إحنا ما يصير يجمعنا علاقة مع بعض. صدق إن أنا أعزك ولك مكانة كبيرة بقلبي، لكن ما يصير إحنا نلتقي، لأن إحنا بعالمين مختلفين. تذكرين كلام خالتك آخر مرة شنو قالت؟ أنا ما يهمني خالتي شو تقول. داليا أنت صغيرة وعمرك 17 سنة، أنت للحين مو فاهمة الحياة عدل. الحياة مو بس فيها لون وردية، لا لا لا، في شيء الأسود بعد. أنا ما أبي أسمع أكثر من الكلام اللي قلته. شلونك؟ شلونك هني؟ نعم ما فهمت. قالت تنقلين من مكتب لمكتب، في شيء؟ انت قاعد تراقبين انا ايش قاعد اسوي ولا شنو؟ ما فهمت. ابد لا راقبك ولا شيء، بس قلت يمكن ناقصك شيء ولا مضيعه شيء تبين اساعدك فيه. لا لا ماكو شيء، انا بس كنت قاعده ادور على احمد وما لقيته بمكتبه وقلت اي احمد طلع يتغدى مع احلام تحتي؟ إذا نفذنا التقرير اللي قلت لك عنه راح ترتفع مبيعاتنا تقريبا 5%. حلو، هذا التقرير ممتاز ومتقن، احتفظ فيه، اكيد بنلاقي له وقت عشان ننفذه. الا بسألك احمد، حددت موعد الخطوبه انت ومها؟ لا ما حددنا. هلا ممكن نمشي؟ احمد الاكل للحين ما وصل. خي وصل طلبنا ناكل ونروح. فيك شيء؟ لا لا ما فيني شيء. مشكور انك اعطيتيني من وقتك وجيتي وقعدتي معي. انا وايد مستانسك معي. داليا بكلمك بصراحة، إحنا ما يصير يجمعنا علاقة مع بعض. صدق إن أنا أعزك ولك مكانة كبيرة بقلبي، لكن ما يصير إحنا نلتقي، لأن إحنا بعالمين مختلفين. منو اللي ممكن يكون قتل خليل؟ خليل هذا ريال الحالة، فقير المسكين يعني، وما عمره ضر أحد، وحياوي، لا وحده خواف. متى شفت خليل آخر مرة؟ خليل من كم يوم يلقاه ويقعد شوية شرب له بيارتين شاي ومشى. إنزين وين يشتغل وشنو وظيفته؟ وهو متقاعد طال عمرك. منو ربعه يمشي ويروح مع منو؟ لا أنا ما أدري، بس اللي أعرفه إنه هو ساكن بروحه يعني وعزابي، والقهوة يقعد بالقهوة ويشرب شاي و... عرفنا إنه كان يجي القهوة. الحين تقدر تمشي، بس اسمعني عدل يا عون، إذا حسيت إنك تكذب علي أو خاش عني شيء ما تلوم إلا نفسك، وذيك الساعة بيكون لك حساب ثاني. إن شاء الله طالبك إن شاء الله.
عسى مرتاحة من المكان. اي وايد مريح. ايامنا جو على الاقل. صح. ابي رانا ودي اقول لك شيء. اي قول. ابي رانا انا وايد معجب فيك لدرجة انه لدرجة انه شنو؟ لدرجة انه بداخل مشاعر ناحيتك عدت مرحلة الاعجاب. ابي رانا من اول ما عرفتك وانا دائما افكر فيك ودائما تطرين على بالي. صدق ان احنا تونا نعرف بعض ما صار لنا فتره طويله بس احس اني كني اعرفك من زمان وهذا كلام طالع من قلبك. ادري مبين انا مصدقه كلامك. خليني اقول لك شيء، العلاقه ما تربطها زمن. في ناس من السنين يعرفون بعض ما يتوافقون بالاخير، في ناس من ساعه واحده يعرفون بعض تربطهم علاقه قويه. صح كلامك. شوف 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 ماما هناك. روح روح اجري عند ماما روح. اهلي الحمد لله على السلامة. هلا حياكم الله. هلا كيفك؟ تمام حبيبتي. يلا حبيبي يلا تعال يلا يلا امشي. صب شاي يلا صب شاي ما بعينك وانت الدرو مو كل شوي راح البقاله سمعت ولا لا؟ بشوفك هني في البيت 24 ساعه هني ما تطلع مول. يلا ساعه متى اشرب شاي انا؟ يه يه ما بعينك ما تشوفين انت ما تشوفين تفهمين ولا ما تفهمين؟ شو سويت 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 أنا بعينك. نعم يبا ايش تبي؟ انطق الباب. نعم آمر حلامك يبا انطق الباب. بغيت شيء؟ بغيت احد؟ هطره من حرامك. انا اسف. نعم انا غلطان في العنوان. يا ويلي ويلاه وان شاء الله بلانا بالخبور. لا اله الا الله عوده.
عندهم. ايش فيهم لاحقين من اول ما طلعت؟ لازم اتصرف بذكاء علشان اقدر انجح واتخلص من موضوع خليل بسهوله. ضروري اتحكم باعصابي ما اتوتر. الهدوء ينفع في هالحاله وايد. بعدين انا شو مسويه؟ افتكيت من مجرم وريحت الناس منه. معقوله؟ معقوله ادمر حياتي علشان خليل؟ هذا إيذاء وأقل من إيذاء. أصلاً ما له داعي إني أنا أأذي عمري وأضيق على نفسي وأضيق خلقي لأني ما سويت شيء. إيه ما سويت شيء. صيري قوية يا مريم، ضبطي أعصابك، خليش طبيعية علشان لا حد يحس بشيء. أنت إيش منها خايفة؟ إيه نعم، لازم أكون عادية وأرجع الحياة الطبيعية مثل الأول. لازم أهتم بالبنات وأمور البيت اللي أنا كنت أهتم فيها. بعدين كلها كم يوم وتنسي السالفة. كلام ماجد عدل. لو خسران المناقصة كان عادي، قسمة ونصيب، بس إنه ينسحب سوى اللي إحنا نبيه، حط ريلة بالفخ اللي إحنا نبي نوقع فيه. والله أنا أقول له عجبنا من كثر ما نتكلم بهالموضوع، نفسيتنا صارت بالأرض. ليش نعيد ونزيد بنفس السالفة؟ خلاص، وعلى قولة سعد كلنا غلطانين في هالسالفة. أنا أقول خلينا نركز في شغلنا في الشركة وايد أفضل. حاضر، باكر قاعد ويا سعد واكلمه ونحل في بعض الامور هذه لازم نحلها، ما عنديش مشكله. حاضر. صح، لازم تقعد معاه. انزين، ما قلت لكم اليوم الصبح كنت قاعده مع داليا. ايه. وداليا قاعده تشوف بالجريده، كانت ترويني خبر عن قتل واحد، جريمه قتل وشرطه ولويا. ما شاء الله، ليش احنا السكينه ولا احنا الشرطه ولا احنا اللويا؟ احنا شكو. اي مو هذا الريال المقتول، داليا تقول انه مر بيتنا من قبل كم يوم. يا بيتنا احنا؟ إيه؟ داليا تقول كان مار خالتي وقاعد يسولف معاها. داليا متأكدة من هالكلام؟ إيه، حتى خالتي عصبت يوم شافته. قلتي حق خالتي الموضوع؟ لا والله ما مداني، ما شفتها بالبيت اليوم. انزين عيل، خلاص إذا جت خالتي نكلمها، يمكن في سوء فهم من داليا، يعني أكيد يعني. كه عمرها مليون، تونا جايبين سيرتك وطارينك. عسى خير ان شاء الله. وش فيكم كذي كلكم تطالعوني؟ في شيء؟ هلا تقول الصبح شايفه داليا يوم وريتها خبر بالجريده بان واحد مقتول ومذبوح بجريمه قتل وما شنو. اي وخير يا طير مذبوح، يعني الشخص هذا تعرفونه؟ انا اعرفه. احنا ما نعرفه بس انت تعرفينه. انا؟ ومنو هذا؟ خالتي تعرفين واحد ينقال له خليل؟ داليا تقول من قبل كم يوم مرتش البيت وقعدت تسولفين وياه وتكلمتي. وي خليله ما غيره، مسكين. عاد تدرون في ناس دازين علي علشان اشوف له شغل بالشركه عندكم ولا بمكان ثاني. لا حول ولا قوه الا بالله، اذبحوه صج دنيا، ما يدري الواحد متى يعيش ومتى يموت، مسكين. اي والله وانت صاجه، تعالي تعالي، انا رحت ببال فكر بيت، قاعد اقول في سوء فهم. تعالي تعالي قعدي تعالي. سوء فهم على شنو؟ الواحد ما يدري متى يموت ومتى يعيش. لا حول ولا قوه الا بالله،
هاي سنة الحياة بعدهم السابقون ونحن اللاحقون. مو خوش خبر؟ الله يرحمه. مسكين. هلا استاذ سعد. هلا ليلى. هلا والله. خير؟ فيك شيء؟ والله تعبان متضايق حاسس بكتمة على صدري. عسى ما شر. تفضل حياك. حياك تفضل. تفضلي. شكراً لأنك وصلتني. أنا برجع البيت بتكسي. تقدر أنت تروح. داليا يدي. كان ياي يبا ياي لك. سلة الخياطة يا الله. يوم شفت هالشغلات تذكرت أمي الله يرحمها. عشت مع القصص هذه أيام طويلة لما كانت أمي تخيط للناس. الله يرحمها والله تعبت كثير. الله يرحمها. حتى أمي وايد تحب الخياطة. زي متعشي أقوم أحط لك. لا استريحي. الحمد لله تعشيت والله. أنت كنت في الشركة؟ لا أنا كنت ببيت خالي. قطعت أمي هناك مسكينة قاعدة بالبيت بروحها متمللة. قلت خل تروح تغير جو شوي. شلونها؟ أمورها زينة هالأيام؟ الحمد لله هي زينة بس لأنها بروحها تقعد تمل. فأنا من فترة للثانية أقطها بيت خالي بيت خالتي يعني علشان تغير جو. بصراحة أنا أحب علاقتك بأمك. أحلى شيء في حياتنا أمهاتنا. فعلاً ماكو إنسان عز على الإنسان كثر أمه. يا حلوة وفي إنسان. معك حق والله. على فكرة أنا لقيت الرسالة اللي كتبتها أمي لأبوي. للأسف كان يعرف عني، كان يعرف كل شيء، لكن للأسف أنكرني. وأمي ترجته، لا فكر فيها ولا فكر فيني ولا فكر في دموعها. مسكينة خالتي. أنا مستغربة شلون يرفضك وينكرك وبنفس الوقت يعطيك كل ثروته. فعلاً أفعاله وايد متناقضة. صدقين عندي نفس الاستغراب. يرفضني ينكرني وبعدين يعطيني كل حلاله. طيب ليش؟ يعني كرهك لأبوك هو اللي خلاك ترفض المناقصة؟ صراحة مو عارفة شو أقول، مو عارفة شو أفسر. ولا أنا لاقي تفسير أصلاً. لو لقينا تفسير ما كنا في الهم والغم اللي إحنا فيه. أنا كانت عندي أسئلة كثير محيرتني. مثلاً إبراهيم أبوي ولا ما هو أبوي؟ بس خلاص عرفت الحقيقة، هذا هو أبوي. بس أنا ودي أوصل لدفتر اليوميات. أحس إن في أشياء كثيرة راح تريحني، تهدي التفكير اللي تعبني في راسي. إيه صح تذكرت. من يومين لقيت رقم الفني ليركب الخزنة حق العم إبراهيم الله يرحمه. بس صراحة انشغلت ونسيت أقول لك. أتوقع ما راح يتذكر ولا يعرف أصلاً وين مكان الخزنة. لا يعرف. وحتى لو ما يعرف يمكن عنده معلومات تفيدك. والله صح، ممكن يكون عنده معلومات تفيدني، ليش لا؟ إنزين عنذنك شوي. أنا هالرجال شايفه بس وين ما أدري.
ألو، أنا بسألك سؤال. شكل الرجال اللي بصورة بعد ما كبرتها ووضحتها يشبه شكله الحين ولا غير؟ ماني قايل لك فكني من شرك ولا تتصل فيني. أنت ناوي تورطني وتقطني بمصيبة؟ أي ورطة أنت يبا؟ أي مصيبة؟ سألتك سؤال واحد جاوبني عليه. الرجال اللي بصورة نفس شكله الحين ولا لا؟ بس إذا مو طبق الأصل بتكون قريبة منه، وشغلنا فيه نسبة خطأ حوالي 20%، وهذا شيء عادي. حلو حلو، وايد وايد حلو. ليش هالمرة كانت تدور خليل؟ إيش لها بضاعي الصورة؟ حاس إنك أنت ذبحتي خليل. ليش؟ إيش حقه؟ ما أدري. يا أبو شنب، عطنا واحد شاي. لازم أحقق حلمي، لازم أدرس برا. أصلا ما حد يقدر يمنعني أدرس بأي جامعة أبيها. خلاص أنا صممت إني أدرس بأمريكا. على الأقل أرتاح من التعب. عزيز قدامي ما أقدر أشوفه وحتى إني أسولف وياه. أنا لازم أبعد عن المكان. شوف هذا كمان أخضر أخضر وأخضر وأحمر. سعد من يوم ما جابك الفندق ما مر عليك؟ لا ما مر، بس مو مشكلة، أنا راح أخذ الورد وأمره. تدري الفندق هذا يدل على سعد وعلى غناه والثروة اللي هو فيها. أجل إيش تقولي لو تشوفي الشركة حقته؟ اسمعي يا بنتي، دام الرجال عنده الغنى هذا كله والثروة اللي هو فيها، ما احنا متحركين من هنا، ولازم تخلينا يشتري لولده بيت يعيش فيه. والله انت صادقه يا امي، احنا ضروري نقعد هنا طول مده ممكنه، مو بس نشتري له بيت، نشتري له كل شيء يبغاه. قولي امي، من كان يصدق ان حسن راح يكون هو ضماني بالمستقبل؟ يلا داليا حبيبتي قولي شنو كنتي تبي تقولي. أبي أحاجيكم عن موضوع دراستي. أنتوا عارفين أن الامتحانات النهائية قربت، وليه ما الحين ما تكلمنا عن موضوع الجامعة؟ إحنا مو خلصنا من هالموضوع تكلمنا فيه؟ لا خالتي، إحنا أصلاً ما تكلمنا بالموضوع، أنتوا اللي حددتوا قراركم بنفسكم. بس أنا عن نفسي أبي أدرس بأمريكا. بلا أمريكا بلا أوروبا عاد. يلا أنت بتكملين دراستك هني؟ وليش بالله؟ حلو هذا وليش بالله؟ بالله هناك انت تعبتي مرضتي صار في شيء لا سمح الله، هني تحت عيننا نقدر نداويك نقدر نعالجك، هناك شيبنا. قولي لي انت. الله يهداك يا داليا، ترى تدور مصلحتك. احلام ايش فيش ساكته؟ ما اشوفك قاعده تعلقين. ترى هذا مستقبلي، انتوا ايش فيكم؟ داليا وجودك ويانا امان لك، اذا رحتي هناك منو بيحميك؟ منو بيكون معك طول الوقت؟ ما يصير، فكري بعقل. اي بس انا ماني ياهل ولاني محتاجة لرعايتكم وحتى اهتمامكم. أعرف شلون أدبر أموري. حرام عليكم تصادرون حريتي أو حتى أنكم تتحكمون فيني. من كثر ما تقرين حكي جرايد كلامك صاير مو مفهوم. حكي جرايد، تعالي طقينا بعد. ماجد، على فكرة اللي سويتوه غلط، بس أنا ما حبيت أتكلم قدامها علشان لا أكسر فيكم. أنتوا تدرون أن داليا من صغرها وهي ودها تروح تكمل دراستها برا، هذا حلم حياتها، مو معناته أنها هي صغيرة هذا يعطيكم الحق أن أنتوا تتحكمون فيها وبحياتها. اللي سويتوه غلط. أوفو خله، أحلامه وش فيك؟ أنت أكثر واحدة فينا عاجلة، أنت الوحيدة اللي فيك عقل يمكن أكثر منه. تخلين هذه الطفلة تروح تكمل دراستها برا؟ ها صجيك أنت؟ لا والله، ليش؟ هلا كملت دراستها في لندن ويوم كانت تدرس هناك كانت بعمر داليا. لا وزيدك من الشعر بيت بعد، كانت بروحها هناك. عموماً مو وقت النقاش الحين، خلي الوقت أحسن، أنا بروح أرتاح. أنا ذنكم أقول
داليا مو مثل هلا. هلا راكدة وفاهمة وعاقلة، لكن داليا طايشة سن مراهقة الله يهديك. ما ردك راح تعرفين أحلامه بأن كلامنا صح وأنه مستحيل داليا تسافر تكمل دراستها برا. على ذنكم. حياك الله، عدنك وياك. ودي شلون رايح مكمل دراستك من برا؟ لا بس انتي أعقل منها. اي اكيد. اي بلا أعقل. البنات شيء ما يدخل العقل، والمشكله العوده ان الحلال صار باسمه الشركه الورث، واحنا كلنا صرنا تحت رحمته. إن شاء الله تردين علي. متى رديتي أمس؟ تأخرت شوي. أنت مو وعدتينك ما تأخرين؟ ترى الجو كان وايد حلو، كنت مستانسة. إيش فيك؟ عشان كذي تأخرت. إيه عليك بألف عافية. شلون قزرتي هالوقت الحلو؟ مع عمر؟ نعم. أنت مو قلتي لي إنك بتروحين تشوفين صديقاتك؟ ما قصيت عليك، هذه اسمها كذبة بيضة. يعني إذا قلت لك بروح مع عمر بترضين؟ انزين عمر خطبني وانا وافقت. شنو؟ شلون يعني؟ ما مداكم توكم تعرفين على بعض هالسرعه يتزوج؟ يعني سمعتي عن الحب من اول نظره؟ عبير حبيبتي ايش فيك؟ هذا زواج مو لعب. ابا ايش فيك؟ انا على بالي بتستانسين عشان انا قاعده احب. اكيد انا بستانس لك، بس مو كذي. لو موضوعك ماخذ وقته بقول ما يخالف. عليك بالف عافيه، بس كذي انا اخاف عليك. يعني شنو خايفه علي؟ خلاص عادي، قلت لك احبه وابيه. عبير يا ماما يا حبيبتي، انا ما بيك تتسرعين في قراراتك. انت اختي واحب لك الخير، ما بيك عقب تندمين. انتوا اخواتي كلكم، ابيكم تكونون عايشين مرتاحين، ما بي اي شيء يصير لكم، ما بيحوشكم اي ضرر. فكره يا عبير. احلام انا قررت وفكرت خلاص، هذا الانسان اللي راح ارتاح معه. انت ما تبين راحتي؟ خلاص يا عبير، اللي رايحه تسوي. Mm-hmm.
تعال 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 تعال. شنو هذا؟ شنو هذا اللبس اللي انت لابسه؟ كذي مداوم بالفندق؟ ماني مداوم بالفندق، خليته. خير؟ خليت شغلك اللي بالفندق؟ خليته لاني لقيت شغل احسن. نعم؟ من هذا اللي قاص عليك حبيبي؟ انت لا شهاده ولا واسطه. ما تقول لي منو اللي بيشغلك في شغل احسن؟ علمني يلا هو. صدقني ما اكذب عليك ولا شيء، واليوم بعد راح اداوم شركه كبيره. نعم؟ ما تقول لي بالله منو هذا اللي بتوسط لك ويخليك تداوم بشركه كبيره؟ علمني هو. شوف المساله وما فيها ان واحد من زباين الفندق ما قصر، رحت كلمته قلت له ابيك تشوف لي شغل، وشاف لي شغل وانا الحين رايح الشغل. شوف انا بروح معاك للشركه اللي انت تحكي عنها، لكن يا ويلك اذا طلعت تكذب علي، سمعت؟ نعم ونعامة إن شاء الله. صرنا ساعة ناطرين بالصالة الريوق، إيش قاعدين تسوون؟ ما عمتي خلاص أنا بحط الخبز وهتطلع الفطار حيلة. عبت عينك إن شاء الله أنت وياها. ولا قاعد فترة بس قاعدين تاخذون معاشاته على الفاضي. يلا ذهبوا بسرعة. وأنت ما فنشتش من هالبيت وطكشيتش كش، ما أطلع أنا مريم بنت أبوي. إي بقي عيونك أكثر، خزيني خزيني، لأنك ما أنت مصدقة بس بخليك تصدقين وغصب عن عينك. يلا أنت وياها. دب عينكم صدق ما تستحون على ويكم. شفتي؟ شفتي الوليه العقربة؟ شفتي؟ ما علي خالتي تحملي، ما نبي مشاكل. مشاكل؟ هو انا عملت لها مشاكل ولا نيلة؟ اعمل لها ايه بس؟ لا دي مش بس عقربة، دي مجنونة كمان، وحالتها متأخر. روحي يا مريم، إلهي ربنا يوقف نموك يا بعيدة. استغفر الله العظيم، يلا 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 طلعي لهم الفطار. يلا خدي ده خدي البيض الاول قبل ما ارص ده. منك لله يا مريم، ده انت وليه حالتك متاخره قوي. واكيد انا احبك اكيد. اوف اخ قلح. انت هني وانا عبالي نازله الصاله. ناطرتك في موضوع ضروري لازم اتكلم فيه معك. زين يعني الموضوع كان قلتي لي اياه بالشركه الله يهداك. لا ما يتاجل، لازم الحين وهني بعد. قولي تفضلي سمعك. صراحة من فترة انت قلت لي ان انا مو مساندتك ولا واقفة بصفك. هالكلام وايد ضايقني، اثر فيني وايد، خلاني افكر. بصراحة انا دايما مساندتك ودايما واقفة معك ودايما احاول اسوي اي شيء عشانك. صدقنا انا ما اعرف اعبر عن مشاعري ولا يعني ما تكون صورتي واضحة لك، بس صدقني هالكلام وايد اثر فيني وخلاني افكر وايد، واعتقد ان انت صاج. انا يعني الصراحه ترى ما كنت ابي اضايقك بشيء او ان يعني اوترك، بس كل ما هنالك ان انا يعني احس بتوتر وقلق بحياتي، علشان كذي تشوفين ينعكس على سلوكي وعلى تصرفاتي وياك، فتحمليني اذا انت مرتي ما تحملين، من يتحمل تكفين قولي. خلاص حبيبي، من يوم ورايح انا راح اتحملك وراح اكون معاك ومساندتك بكل شيء، ماديا ومعنويا بعد. شلون يعني ما فهمت؟ ماجد انا قررت اتنازل عن اسهمي بالشركه حقك، عشان تعرف انا معك قلبا وقالبا. انا يعني ما اقصد كنت بهالشيء بس لا تكمل. ادري ايش بتقول. ماجد انا بعطيك اسهمي بالشركه عشان يقوى موقفك ويكون حالك من حاله، بعدين ما حد يحاسبك. وتاكد ان انا احبك وبطول عمري احبك. يا حياتي فديتك والله، عساني ما انحرم منك يا الغالية، وإن شاء الله الله يعطيني طولة العمر واردهم لك دبل يا رب، وإن شاء الله ما أخيب ظنك فيني. يا عسل أنت يا قمر، فديت قلبك والله، يا حلاتك والله، وأكيد أنا أحبك أكيد، لا تروح بأفكارك بعيد. Thank you.
ترجمة